وبما انها حفله وبما انها هيصه وبما اننا النهارده فرحانين قوي بالمنتخب المغربي، فطبعا طبعا لابد يكون معانا فنانه مغربيه كبيره ورائعه ومميزه دائما، الفنانه المغربيه جنات. يا فندم صباح الخير، مشرفه ومنوره ومليون مبروك النهارده المنتخب المغربي اللي فرحنا كلنا. ميرسي ميرسي جدا على الكلام الحلو ده، ومبروك علينا كلنا. الفرحه النهارده عربيه، والمغرب عمل انجاز تاريخي الحمد لله، يعني كنا كلنا فرحانين وفخورين بيه. النهارده كنت بتتفرج على المباراه فين؟ في البيت. في البيت. قولي لي بقى، قولي لي اللحظات الصعبه، احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه توتر مش طبيعي، قلق مش طبيعي، والفرحه النهارده بالنسبه لنا كانت مضاعفه، انت بقى كنت بتتفرجي على المباراه دي ازاي؟ كانت مباراه صعبه. يعني نفسيا كانت صعبه، وكنا مضغوطين شويه، يعني كان الموضوع صعب، يعني لانه الماتش تطول قوي، الاهداف طولت، ما كناش نتمنى انها توصل للضربات الجزاء، لانه هي اكتر حاجه الواحد بيبقى اعصابه مشدوده. والحمد لله كانت من احلى ما يكون، يعني ما فيش احلى من كده الحمد لله. فقدتي الامل في اي لحظه من لحظات المباراه؟ خفتي؟ حسيتي ان المنتخب المغربي ممكن يكسب؟ لا ابدا لا، كان بصراحه اللعيبه كانوا رجاله، وتحس انه المدرب برضه مصحصح كده، ولا ابدا الحمد لله كانوا يعني الحماس كان قوي جدا، واللعيبه كانوا عندهم ثقه، والحماس بتاعهم ما قلش خالص. صح. وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي قال ان هو بيحلم انه يوصل لنهائي كاس العالم وياخد كاس العالم كمان، وليه لا؟ ايوه احنا بنحلم معاه طبعا، يعني ده حلم، ده ما حلم. كانش في البال حقيقه، هو اللي خلانا نحلم الحلم الكبير ده، يعني من اول مباراه طبعا. فضل. النهارده الشعب المغربي وكل الشعوب العربيه فرحانه وسعيده بلاعيب المنتخب المغربي، تقول لهم ايه؟ تقول للاعيب المنتخب المغربي تقول لهم ايه بصوت جنات؟ بالمغربي اقول لهم تبارك الله عليكم، شرفتونا وكبرتونا، والعرب كل شيء فخور بيكم، وتبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، وتعطيتوا واحد صوره زوينه على الرياضي العربي وفي اللعب وايضا في الاخلاق الحقيقه. معرفش فهمت حاجه ولا اشرح لك؟ لا طبعا فهمت طبعا. لا بس انا يهمني طبعا ان انا تقول لهم حاجه، جمله واحده بس بصوتك. نقول لهم احنا، هقول ايه؟ بس عايزه اقول حاجات كتيره قوي، بس باختصار. ده انت ملكه الاغاني الرومانسيه. كلها حب، اغاني حب يعني كلها. باختصار احنا الامل، امل العربي كله عليك. بس يعني لا، ما بس دي مش اغنيه، انا مستني إيه؟ حاجه، مستني اسمع حاجه. انت عايز اغنيه يعني؟ عايز اسمع اغنيه للاعيب المنتخب المغربي والجهاز الفني. أنا مش بجامله، بصوا شوفوا اللي عامله، قلبي منه مقامله، أهله رايح على فين؟ طب والغلاوة؟ بصوا شوفوا الحلاوة، هو ده ينفع يتساوى بالناس التانيين؟ لا 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 لا. بس كده حلو قوي. النهارده عشان يفرحوا اكتر شويتين ثلاثه لما يسمعوك كمان وانت بتحتفل بيهم، يا ربنا يوفقهم يا رب، يفرحونا اكتر ان شاء الله. يا رب نورتينا وشرفتينا الفنانه الكبيره، الفنانه المغربيه الكبيره جنات. انا بشكرك شكرا. ميرسي، الف شكر. ميرسي، بشكرك. شكرا.